وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله العظيم. طيب الله الأنفاس، سلاما على حراس الأقصى في ليالي السلام، سلاما على سادة الرجال، سلام على أسرى مر عليهم 20 رمضانا أو تزيد، ليس على مواربهم إلا صمت الانتظار للفرج، سلام على من كان بهية ابتسامته وهم يحملونه للأسر، فالبسمة بعض السلاح، سلام على جثامينهم التي تنفض مقابرهم وثلاجاتهم كل يوم. يا شباب الأقصى، يا بقية الحق الصامد، على أثر الأنبياء تسيرون، ينتظركم الشهداء كل ليلة، وتنتظركم كل النجوم التي غابت في عليين، تسيرون إليهم المرابطون والمرابطات، حفاة على النار، تتقدون لأجل كرامتنا، لأجل الأعراض التي تتسلل يد اليهود في ليل الغفلة كي تنتهكها، لأجل أن لا يستبيح اليهود بقية العواصم العربية. يطمئن الشهداء قبل رحيلهم أن رجال الأقصى تعرف القبلة، وتعرف كيف تختار الإمام، وتعرف كيف تحرس المحاريب. يمضون بعد أن كتبوا للأمة سفر الخروج من نفق الديه كاملا غير منقوص، يرحلون إلى الجنة دون أن يخطئوا الطريق. هل يخطئ العشاق الطريق؟ يا حراس الأقصى، يا شباب فلسطين، أنتم خلقتم لزمن الأقصى، عجنتم من طين لا ينكسر، وأرادكم الله قامات تليق بالعروج إلى السماء كل ليلة، أرادكم أقدارا عليا كي توقع أسماؤكم على صفحة السماء. نحن لنا السجادة في رمضان، وأنتم لكم بسط الجنة مفروشة، تكتب عليها صلواتكم روحا وريحانا. وختاما، لأجل من كنا معهم اليوم، لأجل حناجرهم التي ما فتئت تصيح بنا على الصحوة فينا تلقى لها مكانا، وقلوبهم التي لم تبرد ببرودتنا وصمتنا المقطع، ولن تبردها ثلاجات الاحتلال تحتجز جثامين أبطالهم مهما مرت السنين. فسلام لكم حضور الطيب، سلام للأبطال أهالي الشهداء المحتجز جثامينهم. كما نرحب بعائلات الشهداء المتواجدين معنا الآن، عائلة الشهيد البطل راني أبو علي. شرفتونا. رح نبدأ
غريتنا مع الأستاذة فاطمة منصور لحتى تحدينا أكثر عن حملة الشهداء المتجزة لتأمين حملة استعادة التأمين المتجزة بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نحن نجلس بأجسادنا هنا، ولكن قلوبنا ليست هنا، قلوبنا هنالك حيث الصرخات والهتافات التي تنادي وتناشد بالله أكبر في المسجد الأقصى. قلوبنا تهتف إلى الاعتكاف في المسجد الأقصى، قلوبنا ترنو إلى الوجود في المسجد الأقصى في هذه اللحظات. فنرجو من الله عز وجل أن يرفع الهم ويكشف الهم وأن يحبط كل المكائد التي يعدها الاحتلال للمرابطين في المسجد الأقصى، ونرجو من الله أن يقف مع المرابطين هناك. لا نحتمل أن تكون أجسادنا هنا وأرواحنا هنا دون أن تكون أو نكون بقلوبنا وأرواحنا وتفكيرنا هناك. لقد ملأ علينا حب الأقصى أرواحنا وقلوبنا، نفديه بالمهج ونفديه بعيوننا. اللهم ثباتا، اللهم نصرا لعبادك المظلومين في المسجد الأقصى. وهنا من هذا المقام، وكوني جزء من عوائل الشهداء، أنا عمة الشهيد البطل محمود حميدان. شرفنا الله عز وجل بالانضمام إلى أهل الشهداء، لأننا كلنا نعلم أن هذا اصطفاء، فكيف لا نقدم أرواحنا ودماءنا فداء لسبيل الله عز وجل؟ فحب الوطن أحد سبل الله عز وجل، والأقصى حبها عقيدة وهو أحد سبل الله عز وجل. فهذا الوطن كما قال أبو عاصف لم يقم إلا على تضحيات الشهيد أو على تضحيات الأسر. بوريت الله المسلمين. وهنا نحن كأي عائلة من عوائل الوطن، وأتحدث هنا باسم عوائل الشهداء جميعا، وجدنا أنفسنا أن الله اصطفانا واختارنا لأن نكون ضمن عوائل الشهداء. ولكن مارس الاحتلال سياسات عقابية على عوائل الشهداء، فهناك شهيد وهناك بيوت مهدومة وهناك أسرى يعتق والد الشهيد وتعتق أحيانا في حالات أم الشهيد، ويمكن بأفراد العائلة ويشرد ويطارد، وهناك جثمان مهتجز. وهذا الأشد وقعا والأشد ألما في هذه الحكاية وهذه الرواية. فأنتم تعلمون أن الله سبحانه عز وجل لم يجعل الخبر كالمعاينة. فهذا إبراهيم عليه السلام طلب من الله عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، فقال له الله أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. نحن رواية الشهداء ننتظر رواية الاحتلال فقط، لم نشاهد ولم نعاين ولم نعرف المصير، لم نشاهد جثامين أبنائنا، لم توجد أي عائلة تعرف مصير ابنها، هل هو في ثلاجات الاحتلال أم في مقابر الأبطال. وجدنا أنفسنا من ضمن هذه العوائل، فبدأنا ننتقل من مؤسسة إلى مؤسسة ليغيثنا أحد وليكف معنا أحد وليطالب أحد معنا وليعلي صوتنا في مطاردة جثامين أبنائنا. لكن للأسف وجدنا هنالك تقصير كبير على مستوى المؤسسات الرسمية والأهلية وغير الأهلية. كلما طرقنا بابا نجده مغلقا، نجد أن الاحتلال قد أغلق ذلك الباب، ونجد أن تلك المؤسسات حتى المؤسسات الحقوقية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أخبرتنا أننا لا نستطيع أن نقدم لكم شيئا. من هنا أمانة وإزاء هذا التقصير لن نرضى نحن عوائل الشهداء بتلك الإجابات وبتلك الأبواب.
المصبة، بل أردنا أن نفتح ونكسر تلك الأبواب حتى نعلي صوتنا. فالقضية قضيتنا، وهؤلاء فلذات أكبادنا. كرم الله أرواحهم، نعم، وكرم أيضا أجسادهم، فحرم لحمهم على أرض الأرض. نريد جثامير أبنائنا، ونريد استعادة هذه الجثامير. لذلك قررنا نحن عوائل الشهداء أن نتحرك ضمن فعاليات في المحافل الوطنية وفي الشارع، نعلي فيها صوتنا وشعارنا فيها بيتنا ولادنا. وهذه الحملة هي تسمى حملة بيتنا ولادنا، فإذا ذكر بيتنا ولادنا هي تمثل عوائل الشهداء المحتجزة جثامير أبنائهم. توجهنا إلى ما يسمى
في أكثر من التماس، وكانت هذه الالتماسات ترد من قبل المحكمة بهيئاتها، سواء كانت هيئة مصغرة أو هيئة مكبرة، هيئة واسعة. وأحد أسباب هذه النتيجة هي عدم وجود فريق قانوني متخصص يتابع هذا الموضوع. ما يكون يحمل هذا الملف هم محامون أفراد يتدربهم مؤسسات فرادة، يعني كل مؤسسة تعمل على حدة. هناك أربع مؤسسات تتابع هذا الموضوع، لا علاقة لكل مؤسسة بالمؤسسة الأخرى، ولا علاقة لكل محامي بمحامي آخر يتبنى ملف آخر. هناك قضايا كثيرة ردت دون أن يعلم الأهل حتى بأن الملف قد رد، أو أن الملف قد سقط، أو أن الملف قد وصل إلى نهايته. وهذا في رأيي يعني سببه هو عدم الاهتمام الرسمي والأهلي في موضوع قضية الجدامين. يعني في أكثر من مناسبة قلت بأن موضوع الجدامين هو موضوع كبير يفوق قدرة عائلات الشهداء، بل يفوق قدرة المؤسسات المفتية. هذا ملف يحتاج إلى تضافر جهود قانونية من قبل محامين أفراد، ومن قبل مؤسسات، وأيضاً من قبل السلطة الرسمية التي للأسف أجهضت كل محاولة لتشكيل فريق قانوني وطني. ما نطالب به نحن؟ نطالب أن يكون هناك فريق قانوني وطني مكون من كبار المحامين في القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون المحلي والقانون الدستوري، لهم تجربة فيما يسمى بالمحكمة العادلة العليا، أن يقيموا هذا الملف وأن يعدوا لوائح مشتركة، أن يعدوا لوائح قوية وليست لوائح ضعيفة. ما يجري الآن هو أن المحامي عندما يأخذ توكيل من عائلة شهيد يذهب إلى النيابة العامة بكتاب سطحي وكتاب غير مسبب وغير قوي يطالب بالإخراج عن الجثمان. النيابة العامة طبعاً ترفض ويتوجه إلى محكمة العدل العليا. محكمة العدل العليا يقدم لها لائحة التماس ضعيفة جداً، وأنا أقول هذا الكلام وأنا محامي ومسؤول عن هذا الكلام. ضعيفة جداً، لا تحتوي على مبررات قانونية ولا مبررات إنسانية ولا سياسية ولا دولية. المحكمة عندما طلعت هذا الالتماس الضعيف فهي فوراً ترفض الالتماس. هناك قضايا كثيرة ردت من المحكمة لأن الأوراق التي يقدمها المحامي غير كافية. يعني المحامي دائماً أي محامي في أي ملف حتى لو كان ملف حادثين في هناك أداة للملف، هناك تجميع أوراق، هناك تجميع معطيات، هناك كتابة الدعوة بلغة سليمة بلغة جيدة، هناك استشهاد بقرارات محاكم سابقة. للأسف ما يجري عندنا هو مهزلة قانونية، والنتيجة تقع على عائلة الشهيد لأنها تعتقد بأن الملف هو في المحكمة، ولكن قد يكون الملف في جارور المحامي أو المؤسسة. ما زلنا نطالب حتى الآن بقوة بأن يكون هناك فريق قانوني، وننتهي عن المؤسسات التي قد تحصل على تمويل خارجي أو ربما لا تدفع للمحامي ما يكفي من الرواتب. لذلك كان المحامي يعمل بغير جدية وبغير مسؤولية. نتمنى أن يصل هذا الصوت إلى المسؤولين الذين لم يسمعونا في الصوت طوال الوقت. ونحن نقول نريد فريق قانوني، نريد قرارات حكم عادلة. ما يجري الآن في المحكمة هو ليس عدلا، لأنه لا يعني حتى هيئة الشهداء لا تتواجد في المحكمة جلسات، هي لا تعرف ولا يسمعون من هيئة الشهداء أبدا. لا أريد أن أطيل عليكم، هذا موضوع شائك جدا، ولكن أريد أن أؤكد لعائلات الشهداء تحديداً
بأن الشهداء الذين يتم الإفراج عنهم في الأعوام الأخيرة لم يتم الإفراج عنهم نتيجة قرارات حكم المحكمة، إنما نتيجة اتصالات سياسية نحن لا نعلم بها إطلاقا ولا نعرف ما هي، لا نعرف إذا كانت اتصالات مع فلان أو مع فلان. لكن أنا أؤكد بأن كل هذه الاحتجاجات لم تتم حتى الآن عن طريق أي قرار محكمة العدل الدولية. بسم الله الرحمن الرحيم. والد الشهيد أنس حماد ابن أنس طبعاً احتجز جثمان في ثلاجات الاحتلال، وبعد فترة تم إطلاق سراحه وتحريره من ثلاجات الاحتلال، ولكن أنا أعتبر كل أبنائنا المحتجزين في ثلاجات الاحتلال وفي مقابر الأرقام هم بمثابة أولاد لي. أجدد الشكر لأبنائنا وبناتنا القرية في هذه الجامعة العريقة لاهتمامهم بهذه القضية، وإن دل هذا الشيء فإنما يدل على هذا النفس الوطني في قلوب أبنائنا وبناتنا القرية في هذه الجامعة. قد يستغرب العالم ما عنوان هذه الحوارية وشو الموضوع، ليش الناس يعني جالسين في هذا المكان وعن إيش عن أي موضوع يتحدثوا. قد يستغرب العالم ويستهجن ويتعجب أننا نناقش موضوع أن أبناء لنا محتجزون من شهور وسنين طويلة في ثلاجات الاحتلال وفي مقابر الأرقام، ويدل هذا الشيء على أنه إجرام المحتل واستخفافه بالإنسانية، وهو بذلك يمارس اعتداء على الإنسانية حينما يسرق جثامين أبنائنا ويحتجزهم في ثلاجات الاحتلال. يعني في كل العالم قد يقتل البعض في حروب وفي غيرها، إلا أنه هنا في على أرض هذا الوطن أبناؤنا يقتلون مرتين. المرة الأولى حينما تتوجه تلك الرصاصات القاتلة إلى صدور وقلوب أبنائنا، والقتل الثاني حينما يتم احتجاز أبناؤنا في ثلاجات الاحتلال. الاحتلال يمارس هذه السياسة، هو الخصمان بصراحة، هو الذي يظهر وجهه البشع أمام العالم حينما يستخف بالإنسانية أمام العالم، وهم مش شايف ولا في أي قانون دولي إنساني في العالم، هو اللي يظهر وجهه البشع في العالم. يستحق أبناؤنا يعني أن نجاهد وأن نقاتل على كل الصعد لتحرير أجسادهم. لماذا؟ ألا يستحق ذلك الشهيد الذي قدم روحه ودمه دفاعا عن عزة وكرامة شعبه أن نطالب باسترداد جثمانه؟ ومع ذلك الاحتلال يمارس عن جهيته وغطرسته وعربدته على أبناء شعبنا العزل. أنتم تعرفوا إخوان الكرام، أيها الأهل الكرام، بأن الاحتلال سرق نصف جسد الشهيد سائد الكوني في نابلس، احتجز نصف جثمانه وأهله دفنوا النصف الآخر. يعني هذا الشهيد ألا يستحق أن نطالب باسترداد جثمانه؟ الاحتلال يحتجز أجساد أبنائنا في الثلاجات وفي مقابر الأرقام، يريد بذلك كبح جماح المقاومة على أرض الوطن، يريد أن يبث رسائل ردع لأبناء الشعب الفلسطيني، يريد أن يرهب الشباب المقاومين وأهلهم أنه سيمارس عليكم احتجاز جثامينكم إن استشهدتم في يوم ما. يبث هذه الرسائل، ولكن أنى لهم ذلك؟
فنحن أصحاب الحق. وثبتت هذه النظرية الفاشلة، نظريتهم الفاشلة، أن احتجاز الجثامين لن يثني أبناء الشعب الفلسطيني أن يطالبوا باسترداد حقوقهم. فأصبح العدد يتضاعف مرات ومرات، ولا زالت المقاومة لخير، ولا زال الذين يطالبون باسترداد حقهم في فلسطين بخير. فهم يطالبون بحقوقهم، بتحرير أرضهم، بتطهير المقدسات القدس والمسجد الأقصى. يعني الناس بخير، لن ترهبهم ولن تثنيهم سياسة المحتل باحتجاز أبنائنا الموجودين في ثلاجات الاحتلال. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى، كما جاء مر علينا رمضان في هذا العام، أن يكون رمضان المقبل أن يكون قد تحررت بلادنا ومقدساتنا، وأن يكون قد تحرر أبناؤنا من ثلاجات الاحتلال. يعني اليوم ماذا سأقول لهذه الأم التي تقول أنا مش عارف يعني ابني كم البرد وبردان في ثلاجات الاحتلال؟ يعني هل إنه البرد الذي يعني أذوقه في هذه الدنيا، هل هذا البرد يؤذي جسد ولدي الموجود في ثلاجات الاحتلال؟ ماذا ستجاوب هذه الأم أو هذا الوالد المكلوم الذي يتمنى من الله أن يحتضن ولده أو أن يضع قبلة على جبين ولده الشهيد؟ نحن على قناعة مطلقة أن أرواح أبنائنا الشهداء هناك في عليين في الجنان يسرحون ويمرحون، ولكن يعني من حقهم أن تتحرر أجسادهم، تخرج من صقيع الثلاجة إلى دفء وحنان أرضهم، وما ذلك على الله بعزيز. والسلام عليكم ورحمة الله. لغاية اليوم نحن لم نهدف في الشارع
ولا في الميدان ولا في الإعلام ولا في الاتصالات السياسية والدولية. الجهة المخيلة للأمان هي الجهة الرسمية، هي جهة الارتباط والسلطة الفلسطينية ووزاراتها بما في ذلك وزارة العدل اللي يفترض أن تكون هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن هذا الموضوع. نحن لا نعلم مدى مصداقية هذه الرواية ولا يمكن أن نعلم. لذلك الحل الوحيد هو أن نستمر في الشارع، أن نستمر في نظامنا ومعركتنا في عائلات شهداء. ومن يريد من الجهات الأخرى الانضمام إلى عائلات الشهداء فليكن. في الوقت الأخير كانت في رمضان كان عائلات شهداء فقط، وأؤكد على كلمة فقط، كما لو أن هي المعركة الخاصة بعائلات الشهداء. نحن مستعدون لأن نواصل هذه المعركة، وكل شهيد يخرج عنه من خلال اتصالات نحن لا نعرفها. فهنيئا للأرض وهنيئا للأم لهذا الإنجاز، ولكن لا ننتظر من أحد أن يخرج عن أبنائنا. إذا لم نعمل نحن سيبقى أبناؤنا في الثلاجات ومن قبل الأرقام. سيري والله معك، ونحن أيضا معك، وكل الطلاب وكل الشعب، وفي النهاية سيلتف حول هذا الموضوع. بس المرتين اللي فتت الكبير هذه المرة ولا قدرت أحكي كلمة. الله يرحمه أبو عاصف يوم أخذ دور عني، وكان يعني أحكي كنوسة تتذكر أبوها. أنا أول مسا شديدني في ساعة الجامعة فتت وطلعت ولا عيط ما قدرتش بصراحة. يعني إحنا اللي كوان أول مسا شهد لنا أهل الشهداء، أول واحد أنا مساش معروفة لليوم لو بتشرع أبوها عليا. لليوم في ناس بيسألوني أنا أبو الشريف بها عليا، لليوم لنا جسمان محتجاز كنا نملأ الدفن زمان 10 شهور محتاجة تستلم. الحمد لله رب العالمين. أنا ابني يوسف عنقاوي مكان في بيت سيرة عدمو عدام في قرية جفر نعمة 22 رصاصة حط في ابني أوعية عندي في الدار. كنا بشتكي لابني بطول أوعية إلنا شهر بلشنا في السنة الخامسة وهو في الثلاجة. يوسف قبل فترة تأكدنا أنا مش في الثلاجة مش مقابل الأرقام، ولا حد لحد الآن إن بيلعب في أعصابنا. مرة بكون دخلناه مرة في الثلاجة. أبو الشهيد بقى أليان تتسميني عن البداية كثير، هو الوحيد مع احترام لأبو أناس مع احترام لأهل الشهداء جميعاً. إحنا كمان فوضنا أن حاجة عب اسمنا في وزارة العدل وحاجة باسمنا في وزارة الخارجية. أنا لما استشهد يوسف ما سكتش. أم الشهيد يوسف صباح بتكون راحت على الارتباط، أنا ما فوتش ولا راح أفوت لأنه مع الفاضل يعني مش شيء. أنا بس رحت مع مركز مساعدة القدس ورحنا مجموعة من الصحابة وأهل الشهداء على وزارة الخارجية على اساس انه يطالب وزير الخارجيه الاسرائيلي يضغط عليه تسليم الشهداء. ما قابلناش ما تفضلش حاضر ينزل يكملنا، وانا حكيت هذا الحكي هنيك وهي الفيديوهات مسجله. قلت لهم ليش ما نزل؟ صار يقول عنده اجتماع طارئ. طب انت دعيت اهالي الشهداء عشان انك تحكي معانا، ليش ما نزلت على الاجتماع كنا نص ساعه وقالنا مندوب عنا؟ طيب يلا كملنا المندوب يحكي معانا. اول ما اعترض انا بكت معانا سلوى حميد من مركز مساعده القدس. كانت ايدي يا يوسف احنا ما نحكيش عليهم في المركز. اجوا حكوا عليها قلت لها ما نحكيش عليها، احنا مقدرين انها ام الشهيد ومكفين وضعها. شوفي شو جاوبوني. واللي نزل مندوب على وزاره الخارجيه سنه شفت الواقع، ورحنا مش مره مرتين وما عملوش ولا شيء على الفاضي. رحنا على وزاره العدل جوز 3 مرات او 4. ابو بهاء بكى معنا في كل هالشغلات بس مش متاكد انه كان على وزاره الخارجيه ولا ولا شيء عنده. وزير العدل انا حكيت معاه قلت له كل مره بتجيبونا بس شغل دعايه واعلام بتقول اهل الشهداء المنتجه ثمينها. شو عملوا لنا ولا شيء. هي بصراحه هي فاطمه منصور ابو الشهيد بها عليا ابو انس زارونا ازر من مره وبعثوا كم احنا في بيت زيره كم وقفه عملنا ليوسف على مدار سنه كامله كل 4 شهر بكنا نعمل وقفه ليوسف. وكل ذكرى سنويه بكنا نعمل ذكرى سنويه ليوسف في البلد. الا هذه السنه ما عملناش.
لأنهم بصراحة صاروا الشباب يخافوا ينزلوا عنا من شدة ما صرنا نعمل ذكرى ووقفات ليوسف. وفي شباب عن جد في بلدنا اعتقلوا، وفي منهم لليوم في السجون بس مشان عملوا وقفات وساعدونا عشان يوسف. بس أنا هي جدا محبوسين، وأنا بتمنى من هذه الجامعة وهمة. قبل مرة أنا جيت وقاعدين بين الطلاب وما بيعملوليش حاجة من لو أنا طالعة، وإن شاء الله ربنا يفتح أسرهم. وكل الجثامين تكون متكدسة فوق بعضها البعض.
اعتذر. جماعة احنا قضيتنا صعبة جدا، احنا عائلات شهداء فخورين بأبنائنا. حدث يعني لا حدود لهذا القتل اطلاقا، وهذا الثمن ندفعه، وما نلقاه الآن من عقوبات جماعية ومن هذه البيوت ومن احتجاج التنميه هو جزء من هذا الثمن. أنا مع البكاء، أنا شخصيا كوالد شهيد أنا مع البكاء، ولا أنكر على أم شهيد أن تبكي، ولكن هذا هو بكاء القوة وليس بكاء الضعف. وقالت أنا أم شهيد. كانت تلك النظرة
معنويات أهالي الشهداء ويعزز تواجدهم. أيضا الحاضنة الشعبية والالتفاف الشعبي يوجه العديد من الرسائل ويساعد أيضا على أن تكون هذه القضية هي من القضايا الأولى الوطنية على مستوى الوطن المستوى الداخلي وكذلك أيضا على المستوى الخارجي، له انعكاس في تدوير القضية بشكل صحيح. عندما تكون المسيرة لا تتجاوز 100 وأكثرهم من عوائل الشهداء، كيف لهذه المسيرة أن تؤتي أكلها كما ينبغي، وكيف لها أن تظهر على المستوى الوطني الداخلي وعلى المستوى الخارجي. فالحاضنة الشعبية مهمة جدا، هي ضعيفة، نحن نفتقدكم جدا في هذه الوقفات، بالذات عنصر الشباب. نحن نريد من الشباب أن يتواجدوا معنا في هذه الوقفات. إذن هذا التقصير لابد له من حد، ونحن نعول كثيرا على الشباب في المساهمة في هذا الحل. هذا الحل أنا أعتقد أو في اعتقادي يجب أن يكون متدرجا. في البداية يجب العمل على إثراء عامل المعرفة حول هذه القضية لدى الشباب من خلال العديد من الفعاليات، تفعيل الإعلام، تفعيل الجامعات كما تفعلون أنتم، وتفعيل المنصات الإعلامية في الجامعات، وأن لا يكون هذا التفعيل روتيني بل يجب أن يكون حي. هذا التفعيل يوازي القضايا الأولى الوطنية، ويجب أن يرقى بهذه القضية إلى مستوى القضايا الأولى في هذا الوطن. كذلك لماذا لا يكون هنالك برنامج موحد بين الجامعات، بين جامعات الوطن جميعها، موحد ضمن فعاليات يتفق عليها الجامعات؟ لأن الشهادة كما ذكرت وقضية الأسرى هي قضية من القضايا الوحدوية، ولا تحتمل لون معين ولا تحتمل إطار معين، بل هي تضم كل الفلسطيني. لذلك يجب أن يكون هنالك إجماع على برنامج من جميع الجامعات في تفعيل هذه القضية كما ينبغي. أيضا لابد من تعزيز التواصل، وتحديدا التواصل الاجتماعي ما بين الشباب وما بين عوائل الشهداء. هذه العوائل الحوارية تعزز التواصل، ولا بأس من زيارة تلك العوائل والاستماع إليها والسماع إلى همومها. من يعرف عائلة علاء العويضات في عقب الجبل؟ من يعرف قصة هذا؟ لا أعلم أقول هل هو شهيد أم جريح. هذه الأم المكلومة التي دعيت لكي تمضي على عملية ابنها، فكانت تظن أنه جريح، وعندما ذهبت إلى المشفى وقد فوجئت بأن الذي جريح فيما أقيم له بيت عزاء لمدة 10 أيام، فإذا به ليس بعلاء للأسف. ثم سأل أين علاء ابني؟ إلى اليوم لم تلقى إجابة عن هذا السؤال، لا تعرف أين ابنها. هذه الحالات جدير بشبابنا أن يزوروا تلك المنازل. هذه الزيارة تعزز وترفع من معنويات عوائل الشهداء. غير ذلك يجب من تعزيز قنوات التواصل ما بين الشباب وكذلك بين عوائل الشهداء أنفسهم، ويجب استغلال واستثمار النقابات، يجب استثمار الحراكات، التجمعات، الاتحادات في خدمة هذه القضية. كذلك نحن بحاجة إلى شباب، طبعا إذا فهم الشباب هذه القضية حق الفهم من خلال الحواريات والفعاليات والندوات، وأصبح لديهم مكون رأي حول هذه القضية عبر الإعلام، عبر المنصات، عبر الفعاليات، بعد ذلك يخدم أو نستطيع أن ننتج شباب يخدم هذه القضية قلبا وقالبا، يكون يشعر بألم عوائل الشهداء. لماذا أيضا لا تعقد هنالك ورشات تدريبية لإخراج سفراء من الشباب يتحدثوا عن هذه القضية في المحامل الدولية؟
الجوارية وفي أي محفل يسمح بذلك. يجب أن يكون هنالك ورشات تدريبية تؤهل الشباب للحديث عن هذه القضية. الشباب دورهم عظيم جدا ودورهم كبير جدا. وأيضا العصر هنا لسان حاله يتحدث عن التكنولوجيا والتقنيات. نحن بحاجة إلى قيادات من الشباب يقودون حملات عبر المواقع التواصل الاجتماعي لهذه القضية أو تخدم هذه القضية وتفعيلها كما يجب. فهم أدرى بالتقنيات وبالتكنولوجيا وبإدارة هذه الحملات كما يجب بحيث تكون فاعلة ومغذية وتثير هذه القضية كما يجب. فاعتقاد دور الشباب كبير جدا جدا. هذا العمل تراكمي لا يأتي فجأة نفعل دور الشباب، بل نثقفهم ونعرفهم على هذه القضية، نعزز من التواصل ما بينهم وبين عوائل الشهداء وننشئ بينهم تواصل قوي، نعزز أيضا من الفعاليات التي تعزز لديهم الانتماء لهذه القضية ونعقد ورشات تدريبية ليكون هنالك شباب قادر على قيادة الحملات الوطنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص قضيتنا. في النهاية نحن جدا نحب أن نراكم معنا واقفين في الشارع عندما ننادي بالوقفات والفعاليات، فإن لذلك أثر كبير على نفوسنا قبل أن يكون على قضيتنا. بارك الله فيكم. شهيد البطل المحتجز زمان وأمجد إياد العزمي محتجز في دراجات الاحتلال منذ سنتين. بشكر طلاب جامعة بير زيت على هذا الأهيلات الحلوة، وبتمنى من جميع الطلاب وهذا جيل الشباب هو الجيل الواعي اللي ممكن يوقف مع أهل الشهداء ويرفع من معنوياتهم، وإنه ما تضل إن شهيد لحالها بس واقفة وحالة صورة ابنها طالب بابنها، لأنه اليوم ابني بكرة ابنك، فإحنا لازم نطالب جثة من شهدائنا بكل فخر وكل عزيمة قوية، لأنه إذا إحنا ما طالبنا مين بده يجي يوقف معنا؟ طبعاً أمل رب العالمين كبير، وإن شاء الله رب العالمين راح نضل نطالب لآخر يوم في عمرنا. ويعني للأسف إنه وقفت أهالي الشهداء المحتجزة جتاء منهم من لاقوا في الميدان هم لوحدهم، طبعاً رب العالمين هو اللي سمع صوتهم واللي شايفهم. كانت الوقفات مخجلة، لأنه إحنا بنتمنى من كل الشعب إنه يشعر بالشهداء ويشعر بالأسرة، لأنه هذول الشهداء المحتجزين في ثلاجات الاحتلال دماؤهم هي التي عقدت الطريق للنصر والحرية. هم لما استشهد عشان يعيش شعبهم بكرامة. فإحنا بنتأمل من الجميع إنه يسمع صوت أمهات الشهداء، وإن شاء الله رب العالمين رح نضل واقفين حتى السرداب آخر جثمان. كان يدافع عن بلده عن وطنه، كان حبه لوطنه أكبر من حبه لبلده، أكبر من حبه للحياة.
يوسف بن صنعة أصاب جنديين. قام الجيش الحمد لله رب العالمين. يوسف اغتالوه أكثر من رصاصة، ما بنعرف الرصاص وين جسده. بعد ما اغتالوا يوسف طلعوا عنهم الجب عشان يتأكدوا إنهم قتلوه، لفوه وأخذوا يوسف. لحد الآن يوسف محتجز عند الاحتلال، مطالبات كثيرة. يوسف وحيدة من الذكور، ترك أمه وراح دافع عن وطنه. يوسف بيستحق منا كلياتنا نطلع جثمانه من الثلاجات. يوسف بيستحق نريح جسده. وبرتكبها لانه لم ما بلقى مين يردعه ولا يحاسبه على جرائمه. واذا احنا ما وقفناش لاولادنا، انا لما رحت على الارتباط قال لي مدير الارتباط يوسف صار ضغط كبير من ورا كلامك، من ورا وقفاتك للمطالب بجثمانه. ولما حكيت بدي اخذ احرام اروح الف جثمان يوسف، بدي اخذ احرام، بدي الف جثمان ابني، بدي احميه من سطيع الثلاجات، لانه هذا سطيع الثلاجات جمد ذنوبنا قبل ما يجمد اجساد اولادنا. انا بتمنى الكل يكون معانا لنسترد جثمين اولادنا من الثلاجات ومقابر الارقام. شكرا لك. ما في الصورة، ما في الدليل، لو يجوا كل اليهود
وشكرا لكم. أنا أم الشهيد باسم عطاوي من بيت يوسف. ابني استشهد في قرية شبر النعمة على الساعة 3:30 الصبح يوم الاثنين في تاريخ 4/3/2019. بقى هو ده الشهيد أمير دراج محمد المصطفى. بقى معاه مسير ثلاث الحمد لله الأسبوعين طالع هيثم صفر هيثم علقة. الأسير هذا حكموه وصح ما طلع، بس نحن شفنا قصة استشهاد ابننا لحد كان فيها غموض. يوسف لليوم الجيش الإسرائيلي ما أعلنوش إنه صار معه حادث فجأة أو إنه عملية، ولليوم حازين جثمانه يعني إلا شهر فاتت السنة الخامسة. شوفوا قديش اللي بنستنى أم قيس إلى 6 شهور، قلت لها أنا لو مستشهد يوسف أكيد أزعل منك، ما بقتش أقدر أحكي كلمة، الله يعينها فعلا يعني. أنا أول سنتين ما كنتش قلتش لما جيت معنا ثالث مرة إني بحكي لأول مرة. يعني احنا لليوم بنطالب بس زي ما كان ابو مهاب وابو انس مع احترامي لهم يعني بها محامي كرميك او شهيد محامي احنا بنطالب لجنه محاميين عن جد احنا بنطالب عمر المحامين المشكله ان مش مطالبين جثامي شهداء احنا بنطالب لجنه محاميين اول اشي يعرفوا شو صار مع اولادنا وقت استشهادهم يعني زي ما تفضلت ام الشهيد محمد انها لحد اليوم تعرف تشوفي من على فكره في هو في شهداء يصير معها الحادثة الإعلام بغطي ففش عنا صحافة فلسطينية غادة تصور أنا ابني يوسف وصلني الناس يعطيني هو ينزل رد قال لا أمين دراج تعطيني هو ينزل قال كان مين هذا الجواب السؤال بدي يجاوبني عليه هيثم هيثم معكم قبل ما يطلع مستجاب كان بدش يحكي ولا شيء وما نسالش شيء أنا احترمت رأيه وأجى زارني وروح ما سألتش ولا شيء اليوم الصبح أنا حكيت معي ما قلت لها ويلا هيثم كمان أتم اليوم أنا بدي أجي أزوره وعزمته قبل رمضان يتغدى عندي ما رضيش وعزمته يفطر عندي في رمضان ما رضيش انا بس سؤال واحد اساله هيثم معكم هذا الاسير مين اللي نازل ساعتين يوسف ولا امير صح الاثنين استشهدوا الله يرحمهم بس اليوم صراحه قلبي زي النار لان احنا شفنا فيديو اللي استشهدوا الاثنين يوسف وامير في مخزن في سكولاري شوف النعمه الفيديو هذا على فكره بتشد الشيء صار معي مع امير دراج على صفحه بيت سيره اللي بحب انه يشوف اي شيء عنها في شهيد ما حافين بكايزر ومشرحين لك نوعيه باصين نوعيه في الشبره
اللي جابوا لها وعي لسه مش منقص. فاصلين هي في شفرة وش اسمه رامي أوعي مع بعض بس بين عم شوفين عليها كوكسرات وجرابين. هذا اللي حلو على الشهيد. بس هذول ما وصلنيش من وعي بي. وأنا كمان شفت هذا بعيني في شهيد مرة في القدس على التلفزيون على طول كان وعي بس خلوا عليه الكوكسر والجرابين. سحب بها هذا بيخلوه بس على الشهيد. وما يعني انا فور كمان اوعي يوسف ما وصلناش انا بعد 3-4 شهور لما اخذت اوعي. يعني شوف شو قلت شوف كيف بحكيك شو يعني ما شفت ايش صار في غموض يعني لحد الان ببينولناش الشيء. فاحنا بنطالب عن جد بنطالب حكومتنا وبنطالب رئيس الوزراء وبنطالب وزير العدل وزير الخارجيه ما انهم بيقولوا الشهيد كرامه الوطن وكرامه فلسطين. طب وين كرامه الشهيد؟ خلينا احنا من الشهداء بيقولوا لنا كرامه بس هلا احنا مسامحينهم في دنيا واخره بدناش منهم شيء بس بدنا منهم لجنه محاميين بدناش لجنه اطباء لجنه محاميين يعرفوا كيف الشهيد كيف استشهد وين حطوه في المقابر او في الثلاجه ويعرفوا لما مصير اولادنا كيف يعني ان عن جد احنا بنشعر بهذا الشيء يعني احنا كيف نيات الشهداء بنحكي هذه الكلمه احنا صح شوي نهام بس روحوا اسالوا شنو فلسطين من نابلس لجنين للخليل لوين لشنو كل قلب رام الله للمخيمات ولا اي شيء بتعرف عن من هالشيء ولا هالشيء ولا المحاميه ما حدا بيعرف هالشيء صح املنا في الله دائما واملنا كبير بس جميع المحامين ولا محامي طبعا احنا بدناش محامي وحبتنا حكومتنا تشكل لجنه محامين واول محامي بنطالب فيه المحامي بهاء عليان بما انه باسم جميع اهل الشهداء عن جد هذا هو اول محامي بدنا وحطوا مع لجنة من عندها يعرف قصة كل شهيد كيف استشهد وين في الثلاجة أو في المقابر. لا أبو بهاء ما شاء الله كبر ودود إحنا اللي وقف معنا لما استشهد يوسف وقوانا هي وقوى معنوياتنا وإن شاء الله ممكن يسمع لهم في مستير زينا أهالي الشهداء لما أجوا زارونا أنا بعرف أبو بهاء وعلى عدد من الشهداء أهالي الشهداء لما أجوا زارونا عطاني بيت زيرة مش بس إحنا قوى معنوياتنا لما يكونوا معنويات عن جد ولا حدا بيحس بشيء الا ليجربها. شيل بنزيرا رفعوا معنوياتهم لما زرونا وفد اهل الشهداء، وشيل الوقفات ما قصروش اهل الشهداء معنا، هم بقوا يعملوا وقفات. بس يقولوا اهل الشهداء عندنا يوسف شيل البلد تنزل، ابها شاف بعينك قديش كيف حضور عندنا. ما يجوش اهل الشهداء ما يجوش اهل البلد. عن جد اليوم انا ذكرى سلامية يوسف ابني ما انهاش كم يوم ولا حدا اجى حضرها، ليش؟ لان الشباب اللي بقوا يجوا يعملوا ذكرى سلامية يوسف شيل في السجن. اهل الشهداء شيلها ما قصروش معانا بس خلص يعني صار في غيرنا شهداء شتي في الاربع سنين هذول شتي صار في عدد شهداء خاصة اخر سنة يعني عدد شبيه شبيه صار وشكرا لكم. وكانوا يعينوه المتحدث باسمهم دائما فكان بطلا
شهرين مكث محمود والله ما شفنا. كان كثير الناس بتزور، وبتعلموا كيف إن الزيارات الاجتماعية للناس مهنئين، وهذا التعاقد الاجتماعي حول أهل الأسير يهنئوه، وأصحابه كانوا يخطوه ويلفوا في الوطن ومحافظات الوطن. الله يرحم راح عنابس وقلقينيا والخليل، أخذوه شبعوه من الدنيا قبل ما ينتقل إلى الآخرة. وفي يوم أجا خبر أحمد زهران إن أحمد زهران أخذ الاعتقال وكان مطارد. طبعاً هو عز عليه صاحبه، رفيقة دائماً بالأسر، ونتابعه الصور دائماً كانت صورة أحمد زهران يطلع فيها محمود حميدان وأبو عبد الرحمن المطل الآخر زكريا بدوان. كانوا دائماً الثلاث سبحان الله مع بعض رفقاء بالأسر ورفقاء في أي مكان يتواجدوا فيه سوا. فطورد أحمد زهران الشهيد البطل المقدار المجتمع، طورد أحمد زهران حتى اختبأ في منطقة اسمها عين عجب في بيت علان. وأخ محمود حميدان وزكريا بدوان حملوا بعضهم ونزلوا عند أحمد زهران لحتى يقضوا تلك الليلة سوا. كان الأعداء مستحكمين وراصدين الكمين من غير ما يحسوا. أدوا الفجر بعد حسب شهود العيان وحسب أخبار وكلام شهود العيان، بعد ربع ساعة من صلاة الفجر. بالمناسبة شهود العيان حكوا إنهم شافوا محمود قام الليل في المسجد على الساعة 2:00، كان قواما رحمه الله عز وجل. بعد صلاة الفجر بربع ساعة فقط بدأ صوت الانفجارات، وكان في صوت اشتباك. لم نعلم ماهية الاشتباك، لكن وحدة اليمان عندما نشرت فيديو لها كإنجاز لها أنها صفت هؤلاء الثلاثة الأبطال، كان واضح أن في اشتباك ما بينهم وبين هذول الثلاثة الأبطال. كانوا حاملين سلاح هذول الثلاث، كانوا يشتبكوا مع الأعداء. شهود عيال أيضا تحدثوا لنا أن الاشتباك مر لعدد من الساعات، يمكن أكثر من ساعة. هذا الدم اللي أنتم شايفينه لخلف صورة محمود، الشباب اللي نزلوا لما كان الحادث بعد ما راح الاحتلال وجدوا هذا الدم، وحسب الفيديو اللي بثته وحدة اليمن كان هذا دم محمود. كللوه بالورود وأحاطوه بهالة من الورود وصوروا هاي الصورة لحتى تظل شاهد ولعنة على جرائم الاحتلال. اللي بدي أحكيه، إحنا اليوم عوائل الشهداء ما تكلفوا علينا، بفضل الله عز وجل صامدين. الأرحام اللي أنجبت هذه المعاقل، معاقل الرجال، هي أرحام شامخة وبيوت عز. والله لولا أنهم يستحقون هذا الاصطفاء ما اصطفاهم الله وما اختارهم الله عوائلا وأبناء وشهداء. ولكن نحن نحب أن نراكم تقفون معنا حتى نشعر أنكم تشعرون بقضيتنا، فالشهيد ذهب من أجل قضيتكم والتي هي قضيتنا الوطن والأقصى والمزرع، كله عقيدة وكله ذهب من أجل هذه العقيدة، وهي عقيدة واحدة وهي قضيتنا الواحدة. بارك الله فيك. ختاماً، في حضرة العظماء أهل العظماء، لا كلمات تصف الوجع ولا مواساة تليق بعظم المصاب، ولكنه اصطفاء الله لعباده الأخيار. فإن حرمنا اجتماع الدنيا ففي الآخرة جنات أعدت للمتقين والشهداء والقلوب الصابرة المحتسبة. فيا أهل الشهداء ويا أهل العظماء، لله دركم وعلى الله أجركم. وهذا الوطن المعطاء يقوم على أكتافكم الصابرة. شكرا لكم أن أكرمتمونا بحضوركم وأن نسمع قصص تضحياتكم، فلكم منا كل الوفاء والعهد بأن لا نحيد عن درب الشهداء
أبنائكم. شكرا لكم أحباب الطلبة، آملين أن تكونوا قد حفظتم وصايا الشهداء وذويهم جيدا، وأن تكونوا في الميدان معهم وتصدعون بصوتهم. والسلام عليكم ورحمة الله.